مرحبا، رمضان كريم ينعاد على الكل بألف خير وصحة وسلامة يا رب. أنا رح صور هذا الفيديو من بيتي بدعوة من موقع فوشيا يلي أنا بحبهم وبتابعهم على طول. رح جاوب على كل الأسئلة يلي بعتوا لي إياها، ويلي مهتم إنه يسمع الأجوبة يشوف الفيديو للآخر. مبسوطة كتير بتواجدي بمسلسل سوق الحرير، ومبسوطة بالشخصية لأنها مختلفة عن النماذج اللي نحن تعودنا نشوفها بأعمال البيئة الشامية. عفيفة شخصية عندها طموح وعندها أهداف وأحلام، ومتعلمة ومثقفة، وبتسعى لبناء حياة اجتماعية وعاطفية، زائد أنه فيها اختلاط هيك حلو، منلاقي عندها دلع البنات الصغار، وبنفس الوقت منلاقي عندها حكمة ووقار الكبار. هي بنت عاقلة بنفس الوقت عاطفية وطيبة، لذلك أنا كنت مبسوطة فيها، ومبسوطة بالهيك الخطوط اللي عم مهدلة لحتى تفتح بالحلقات الجاية وكمان بالأجزاء الجاية، لحتى نشوف هيك شخصية عفيفة لوين بدها تتطور ووين بدها تروح. كتير مبسوطة أني اجتمعت مع كل هدول الأساتذة والنجوم الكبار. بدي أقول أنه أنا بتشكرهم من كل قلبي، لأنه ما شفت منهم غير الود والاحتواء كبنت جديدة فايتة عن مهنة. فبتشكر كل اللي اشتغلت معهم بهذا العمل، وبدي خص بالشكر نجمات بلدي، مدام كاريس بشار، مدام أمر خلف، مدام نادين تحسين بيك، لأنه أكثر شيء كان شغلي معاهم هن. نحن صورنا بلوك بيتنا، بيت عمران يلي هو أكبر بلوك بالعمل، بشكل متواصل شهر كامل، غير اللي صورناه بعدين بشكل متفرق. بس هذا الشهر كنا عم نقضيه كل يوم مع بعض من الصبح لليل بظروف كتير صعبة وبرد، نحن عملنا صيفي. الحقيقة أنه كل الوقت كانوا يحسسوني أني أنا رفيقتهم، وما يحسسوني بالفرق انه انا بنت جديده وهن اساتذه كبار. فبتشكرهم كل قلبي، وهذا الشيء ما بنساه بحياتي. يعني مزبوط، انا كنت عم صور مسلسل شارع شيكاغو، كنت تقريبا خلصت 3/4 دوري، بس للاسف بسبب ازمه كورونا اضطرينا نوقف التصوير فتره، وهلأ رجعنا عم نستكمل تصوير العمل. وأنا بتمنى أنه هذا العمل بأقرب وقت يشوف النور وينعرض وتشوفوه كلكم، لأنه أنا كنت كتير مبسوطة بهاي التجربة. الشخصية هيك كتير مختلفة، وأنا كنت كتير مستمتعة وأنا عم أعملها، وكنت كتير مبسوطة بالشغل مع أستاذ محمد عبد العزيز. فزعلت أنه ما نعرض بهذا الموسم، بس إن شاء الله لخير، وإن شاء الله هيك بعد رمضان بلكي منكون خلصنا تصويره وبينعرض وبتشوفوه وتحبوه كلياتكم. هلا على مستوى الشغل أثر إيه، لأنه كان يفترض ينعرض فيلم البحث عن جولييت إخراج أستاذ زهير قنوم، صورناه واستكمل عمليات المونتاج، وبالوقت اللي كان يفترض انه ينعرض فيه اجتنا هي الازمه وتاجل العرض. كمان بتمنى انه باقرب وقت ينعرض وتتابعوه وتحبوه. اما الحياه الشخصيه، اثرت كورونا طبعا، اثرت علينا كلياتنا. يعني انا بعتقد انه شوي هيك اول كم يوم كنت كثير ماني متقبل الموضوع ومتوتره مشان ما اطلع كثير مثاليه يعني، فاول كم يوم ما كنت متقبل الموضوع، بعدين صفنت انه انا امام خيارين، اما اني اقعد بالبيت وانا مكتئبه ومسوده عيشتي وعيشه اهلي، او اني اقعد بالبيت وانا هيك شوي متقبل الموضوع ومتصالحه مع ومسوده عيشه اهلي كمان، هيك عم تقول اختي. بس اكيد بديهي اني رحت للخيار الثاني، وحاولت انه هيك فكر شو كيف ممكن استثمر هذا الوقت، اما باشياء مفيده او اشياء ممتعه، لانه المتعه كمان فائده. الحقيقه انه انا بعتبر حالي من الناس المحظوظين اني انا خلقت وهدول الناس هن اهلي، بفتخر كثير اني من هاي العيله، واكيد هن اثروا على حياتي بشكل ايجابي، إن كان ببناء شخصيتي ولا بخياراتي بالحياة. تعلمت منهم كتير، تعلمت من بابا كتير. أول شيء تعلمته إنه إذا أنا بحب التمثيل وهذا خياري بالحياة، فأنا كان لازم إني روح أدرس وأتخرج من المعهد وأقرأ وأشتغل على حالي، وما جرب إني أبحث عن فرصة هيك بعيداً عن الدراسة والتعب والاجتهاد. هي أول شغلة عملها بابا معي، هيك حطني على الطريق الصح لحتى أنطلق لحالي. والحقيقة إنه كمان أنا بتعلم من أختي ألمى اللي كتير بتعلم منها
اني احب شغلي واعطيه للاخر، بتعلم منه اني التزم بشغلي واحترمه، واني احب العالم واحب الناس اللي معي بالشغل، واني ركز بحياتي وبهدفي اكثر من اني ركز بحياة العالم وشو حققوا، لانه هذا رح يخليني انجز اكثر. فاكيد تعلمت منهم كثير شغلات مهمه وبتشكرهم هيك كل عمري. الحجر المنزلي، كيف بقضي الحجر المنزلي؟ والله بعمل كثير شغلات، بحضر افلام، بحضر مسلسلات، هلا صرت عم اتفرج على سوق الحرير، بتعرف على اهلي، عم نتعرف على بعض هيك من جديد. بصراحه انا اول كم يوم مثل ما قلت كنت عم عاني هيك وما عم بعرف كل هذا الوقت شو بدي اعمل فيه، خصوصا انه انا شخص هيك شوي بتحرقص، يعني ما فيني ضل قاعده. يعني بعتقد لولا هاي الحرقصة كان هلا وزني صار 700 كيلو على هالحجر، على قد ما عم باكل، لانه الاكل هو اكثر شيء عم بعمله مبدئيا، ونوم وافلام ومسلسلات وموسيقى، والهوايه اللي عم مارسها هي اني عم غني كل الوقت. للاسف عم تقول اختي، لانه هي كل الوقت مزعوجه اني انا عم غني، بس انا قريت انه البنت اذا غنت بتفرغ الطاقه السلبيه، وهذا اللي عم بعمله كل الوقت بصراحه، لانه انا اللي فكرت فيه انه في كثير شغلات ممكن كل البشر يعملوها، عن جد كل البشر، هي شغلات ما لها علاقه لا بمستوى معيشي ولا ببنت او شاب، كل الناس تقدر تعملها، هو الموضوع بس شويه ايجابيه، وما نعتبر اذا كان في حدا عم ينصح او عم يدعي لهي الايجابيه انه هو شخص دغري نهاجمه، هو شخص ما عم بيحس بالمعاناه، هو عم بيحكي هذا الحكي لانه مرتاح، هو مو حاسس فينا، لا نكون ايجابيين ونجرب نفكر انه شو هالشيء يلي عم بيخلي هذا الشخص يحكي عن هي المعاناة بهذا التصالح. ممكن يكون شغلات كتير بسيطة والكل قادر يعملها. هلأ بالنسبة لهي الأسئلة المحرجة كتير اللي انتم عم تسألوها اللي لها علاقة بالعادات السيئة والصحية، عشان ما كتير كذب، أنا بالأساس كسلانة، وعلى الحجر زاد الكسل، لا تعلموا كلي مو هذا الشيء الصح، بس يعني هي الحقيقة اللي عم حاول أعمله. يعني أنا بالأصل بيجروني جر على الرياضة، فهلأ ما عم بعمل رياضة، بس اللي عم حاول اعمله هو انه عم حاول هيك، يعني حسيت انه مو دائما الحياة بتعطيك فرصة انه وقف هيك، وقفنا لك كل شيء، ستوب كادر، يلا تفضل كل شيء مو ملحق اعمله، فهذا اللي عم حاول اعمله. اما نشاط ورياضة وهيك بعده عندي.